السلام عليكم متابعيني الأعزاء، نصيحة جديدة مع كل يوم جديد مع آلاء. هكملكم النهاردة فيديوهات تجهيز العروسة. لو خطوبتك قربت أو حابة تفصلي فستان ثوري، عندي ليكي شوية صور تاخدي منها أفكار، وهقولك كمان على أفضل الأقمشة اللي تشتريها للفستان بتاعك. تابعي معايا الفيديو ودوسي لي لايك، ولو أول مرة تشوفيني دوسي اشتراك وفعلي الجرس. عروستي الجميلة، هساعدك النهاردة تختاري فستان خطوبتك. أول حاجة تخلي بالك منها وانت بتختاري الفستان القصة تكون مناسبة ليك ولجسمك. تاني حاجة تخلي بالك منها وانت بتفصلي الفستان، نوع القماش يكون مناسب للقصة. هعرض لك كمان أهم أو اكتر القماش اللي بيليق في فساتين السوري. ما تنسيش تدوسي لي لايك ومتابعه للقناه وتفعلي الجرس لو اول مره تشوفيني. تعال اقول لك اهم انواع الاقمشه اللي تختاريها في فستان خطوبتك. أول نوع من الأقمشة هو الستان، والستان من الأقمشة الناعمة جدا، بديل ممتاز للحرير والبلاستر. أما الدباج هو قماش تقيل وسميك، شكله بيكون حلو قوي في اللبس، بيديكي إحساس إنك أميرة كده وإنتي لابساه. عندك كمان عاجل حرير، قماشة خفيفة كده تبقى مصنوعة من الحرير أو البوليستر، ليها مظهر شكلها بيكون بيلمع وبتشبه الستان، وعادة بتكون دي بطانة للفساتين عادة. عندنا كمان الشيفون، قماشة بتبقى خفيفة كده أكيد كلنا عارفينها. وكمان كريب الستان هو من أكتر أنواع القماش السوري انتشارا، بس بتبقى قماشته خفيفة لمتوسطة كده، ودي أشكال القماش اللي انا بتكلم فيه. وعندنا كمان التول، اخر حاجة هكلمك عليها، والتول معروف جدا وبيتكون منه طبقات الفستان. لو فستان هتعملي طبقات. اخر حاجة حابة انصحك بيها، خلي بالك وانتي لو خطوبتك في الشتاء او الفرح المناسبة اللي عندك في الشتاء، اختاري القماشة التقيلة، والقماشة التقيلة بتبقى زي الستان والدماج. ولو في الصيف اختاري قماش خفيف زي الأورجانزا والشيفون والحرير. مبروك لكل عروسة ولكل حد عنده مناسبة. شكرا لمشاهدة الفيديو ومتابعة القناة، ولو أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس. شكرا لكم.